مميزه افريقيا باذن الله من خلال مواجهتي سان داونز. طيب خليني اتكلم مع حضراتكم كمان بخصوص جمهور النادي الاهلي. دايما الاجواء هناك في ابو ظبي، والبعض حاول يصور الصوره ان جمهور الاهلي قليل في الدول العربيه وفي غيرها، لا، واضح جدا جدا ان جمهور النادي الاهلي اكتر بكتير. دايما لما بنيجي نتفرج على مباراه الاهلي والزمالك، وده طبعا مش تقليل من نادي كبير وكيان كبير زي نادي الزمالك وجمهور عظيم ايضا، لكن في نفس الوقت لما تيجي تتفرج على مباراه الاهلي والزمالك بتلاقي الاغلبيه لجمهور النادي الاهلي، بدليل كمان المباراه الحاليه اللي هتقام ان شاء الله بعد اقل من 4 ساعات من دلوقتي، ان تذاكر النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي نفدت من حوالي 3 أو 4 أيام قبل كده، في المقابل جمهور نادي الزمالك لسه في بعض التذاكر متبقيه يعني ليهم. نتمنى الحضور الجماهيري يبقى ممتلئ بشكل كامل، خصوصا ان مباريات الاهلي والزمالك بتتسم بالنديه والقوه بشكل اكبر في حضور الجماهير. ان شاء الله تكون الاغلبيه جمهور النادي الاهلي كالمعتاد، وان شاء الله النادي الاهلي يفوز في هذه المباراه. جمهور الاهلي في الامارات بشكل عام دايما بيبقى متحمس ومنتظر ومترقب اي مباراه للنادي الاهلي، سواء في البطوله دي او اي مباراه حتى وديه بتلعب هناك. نفتكر طبعا مباراه روما واياكس من المباريات اللي شافت جمهور النادي الاهلي بشكل كبير في المدرجات، وكمان انتصر النادي الاهلي بشكل مميز. فان شاء الله جمهور النادي الاهلي يكون اكبر مؤازر وداعم في مباراه اليوم اللي احنا عندنا ثقه كبيره جدا في فريقنا كجهاز فني مستر ريني فايلر وكلاعبين ممتازين، وفي حيره فنيه واضحه جدا عند مستر فايلر.